سلام الناس الزوينين، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وان هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اول حاجه بغيت نرحب بالناس الجداد اللي كيتابوناو عندي. ثاني حاجه بغيت نشكر الناس القدام حتى هما اللي كيتفاعلوا مع لي فيديو ديالي وكيخليو ليا سوا دي لايك سوا دي كومونتير زوينين في حالهم. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم واحد البسبوسه بريستيج اللي ما كتحتاجش لينا بزاف ديال الوقت، سهله في الطياب وكتجي بنينه بزاف. بقاو مع الفيديو حتى الاخر وما تنساوش تخليو ليا دي لايك والاراء ديالكم في دي كومونتير كيف ديما. ودابا ندوزو للمقادير. هنايا عندي اول حاجه السميده رقيقه، عندي كاس كبير ما يعادل كاس ونص ديال العنبه، عندي كاس ديال السنيده، السنيده كتبقى حسب الذوق، كاس ديال الزيت، وعندي كاس ديال الكوك من النوع الجيد. عندي هنايا ثلاثه ديال البيضات كاملات، عندي قشور ديال الحامض، عندي قبيسه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، وساشي ديال نكهه زهره البرتقال، وجوج ديال الخميرات حمرين. المول اللي غادي نستعمل هو المول العجيب، راه معروف، دهنته بالزيت وشويه ديال السميده رقيقه رشيتها من الفوق. هنا غادي نطرب ثلاثه ديال البيضات، قبيسه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، وساشي ديال زهره البرتقال، وداك الكاس ديال السميده. غادي نطربهم مزيان وغادي نضيف عليهم كاس ديال الزيت وكاس ديال الكوك ودوك القشور ديال الحامض وكاس ديال الحليب. راني غير نسيت ما درتوش لكم في المقادير، ولكن راه غادي يبان في الفيديو. حتى نطرب كل شيء عاد غادي نزيد السميده رقيقه والخمارات. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الخليط. راني طربت كلشي بالطراب الكهربائي، نتوما عندكم الاختيار سواء الطراب الكهربائي او لا مولينكس او لا الطراب اليدوي. صافي هنايا غادي نخوي كلشي في المول، والفران راه شعلته، شعلت التحت والفوق حيت طيبت في الفران ديال الغاز، ولكن شعلت الفوق غير حتى يسخن، وغادي نطفي عليه ملي غادي ندخل البسبوسه ديالي. صافي وغادي نطفي حتى نعرفها طابت، عاد نشعل الفوق باش تحمر. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه، غادي نحتاج كاس ديال الماء ديال العنبه، كاس ديال السنيده، وجوج ديال لي طرونش ديال الحامض. غادي نخلط الماء والسنيده مزيان، عاد غادي نزيد عليه الحامض، وغادي نديرو على عافيه مهيله حتى يطبخ، وغادي نطفي عليه. هاي البسبوسه ديالي بعد ما طابت راه كتجي محمره تبارك الله، جات زوينه. غادي نخليها غير تبرد وغادي نحيدها من المول. لا كريم باش غادي نعمر داك الفراغ غادي نحتاج فيه نص سيترو ديال الحليب، ثلاثه معالق ديال المايزينا، ثلاثه معالق ديال السنيده، صفر بيضه، ساشي ديال الفاني،
معلقه ديال الزبده وقشور ديال الحامض. اول حاجه داك نص سطر ديال الحليب غادي نقسمه على زوج، النص غادي نديرو باش يفيض والنص الاخر غادي نخليه حتى يفيض النص الاخر، عاد غادي نخلطه. هنا غادي نطرب صفر ديال البيضه مع ساشي ديال الفاني مع 3 ديال المعالق ديال السنيده مع دوك المعلقات ديال النشا والقشور ديال الحامض. اما الزبده غادي نخليها هي اخر حاجه. هنا غادي نبدا نخلط حتى يبان لي الخليط بدا كيولي بيض شويه بشويه، غادي نزيد عليه ديك النشا اولا المايزينا ونزيد عليه داك الحليب حتى هو صافي. بما طاب ليا او فاض ليا الحليب الاخر عاد غادي نزيدو على الخليط، عاد غادي نخوي كلشي للكاسرونه وغادي نديرو يطبخ حتى تعقد ليا لا كريم ديالي. ملي غادي نحيدو من العافيه غادي نزيد عليه ديك معلقه ديال الزبده ولا كريم باقا سخونه. هنايا اللي الوقت ديال لا كريم ديالي كتعقد غادي نحط البسبوسه ديالي بعد ما بردات في التبصيل ديال التقديم صافي، وغادي نسقيها بداك السيرو بعد ما طبخ وبعد ما ديك السنيده وداك ودوك لي طرونش ديال الحامض حتى هما طلقوا ليا في داك الماء كيجي واحد السيرو اللي هو لذيذ. صافي غادي نحاول انني نسقي البسبوسه ديالي كامله. بعد ما بردت لي البسبوسه وديك لا كريم شي شويه هنا غادي ندير واحد التزيين اللي هو سامبل. خديت كاوكاو كومكاسي ودرت ليه شويه ديال الملون احمر غادي نزوق به، وفي دوك الطبيسيل عندي دوك الوريدات لي اليمونتير كيتكالو راه كيتباعو عند الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال الحلويات. صافي غادي ندير واحد التزيين لي سامبل وانتوما عليكم الاختيار في التزيين.
هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه، كتجي على هذا الشكل هذا. دوك الوريدات درت غير 3 ديال الوريدات، الكاوكاو كومكاسي جا على الجناب. المهم نتوما راه عندكم الاختيار في التزواق، يعني ماشي بالضروره انكم ديروا في حالي. وفي الاخير نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي دي لايك ودي كومونتير كيف ديما. وبسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وشكرا.